مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفة خلقه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. حضرات السيدات والسادة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير من خلال عبارة القاضي البيضاوي عليه سحائب الرحمة، وذلك حيث يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قال المصنف رضي الله عنه: بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار وما صدرت به القصة. بيان لمعاملتهم، أي معاملة المنافقين، بيان لمعاملتهم أي معاملة جماعة المنافقين للمؤمنين، أي المؤمنين حق الإيمان من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وللكفار. يعني كان للمنافقين وجهان في المعاملة: وجه يلقون به ويقابلون به ويتكلمون به مع المؤمنين الصادقين، ووجه يتكلمون به مع الكافرين، فهم أصحاب وجهين وليس وجها واحدا. وهكذا شأن المنافق، المنافق ذو وجهين وليس وجها واحدا. يعني إن قابلكم أعطاكم من لسانه حلاوة كما يقولون، وإن قابل غيركم كان لسانه مرًا لاذعًا يمنح الآخرين من أتباعه ومن على شاكلته ما يكون طعنًا فيكم، ما يكون طعنًا فيكم. نعم. بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار وما صدرت به القصة، فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم، فليس بتكريم. وروي أن شوفوا شأن المنافق، لأنه المنافق والنفاق مشتق من النافقاء، والنافقاء حشرة يربوع. متى استشعرت الأمن أطلت برأسها، ومتى استشعرت الخوف توارت تحت ستار رقيق من التراب. يعني تجعل لنفسها يربوعاً وحفرة، إذا استشعرت الأمن ظهرت، وإذا استشعرت الخوف توارت. هكذا شأن المنافق، إذا استشعر الأمن ولم يعلم بأن أحدا من المؤمنين الصادقين يسمع قدحه وطعنه في أهل الإيمان ظهر على حقيقته،
وإذا استشعر خوفا من أهل الإيمان داهن ونافق وأعطاهم من لسانه حلاوة ومدحهم وأثنى عليهم وأبان لهم أنه عضو في مجتمعهم وجماعتهم كي يتمكن من الاطلاع على أسرار جماعة المؤمنين ويأخذ ما عندهم. فإذا ما خلا بشياطينه، إذا ما خلا بخلانه، إذا ما خلا بأصحابه ممن هو على شاكلتهم أفشى هذه الأسرار وأظهر عورات المسلمين وبين ما رآه وزاد عليه مرات ومرات ومرات. هكذا شأن المنافق. نعم. قال: وما صدرت فيه القصة فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم، فليس بتكرير. فليس بتكرير. ليس في الآية تكرار، إنما ما سيق في القصة هو من أجل بيان مذهب أهل النفاق وإظهار هدفهم الخبيث في التعامل مع جماعة المؤمنين مرة ومع الكافرين مرة أخرى. فماذا قال القرآن؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا وجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الملاقاة يعني الاجتماع، يعني الحضور، يعني اللقاء، يعني التواجد. وليس معنى اللقاء لقوا من مجرد اللقيا، لا، ده هم يجلسون ويجالسون جماعة المؤمنين، بل يأكلون معهم الطعام ويشربون معهم الشراب ويدخلون معهم مساجدهم ويشاركون جماعة المؤمنين أفراحهم وأطراحهم ويشاركونهم مناسباتهم الاجتماعية والدينية. نعم. قال: وروي أن ابن أبي وأصحابه استقبله نفر من الصحابة فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم. فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: مرحبا بالصديق سيد بني كيل وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: مرحبا بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. نعم، يعني هذا عين النفاق. حينما يصنع ذلك رأس المنافقين أراد الله تبارك وتعالى أن يكشف خبيئة أسراره ويفضح سوء طويته، فأبان لجماعة المؤمنين من أمثال أبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدح والثناء الذي يلقيه هذا المنافق عليكم ليس له أي أثر في الواقع ولا يمت إلى صحيح ما يؤمن به ويعتقد به بالنسبة لكم، إنما أعطاكم ثناء عاطرا ومدحا طيبا وهو في نفسه يضمر الحقد والغلة والضغينة، يتمنى زوالكم، يتمنى هزيمتكم، يتمنى القضاء على دعوتكم، يتمنى الإساءة إلى رسالتكم ورسولكم وكتابكم وقرآنكم. هكذا شأن المنافق. ولذلك ما ظهر النفاق إلا في دولة الإسلام الفتية في المدينة. ليه؟ لأن جماعة المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاروا قوة
يخشى بأسها. ومن هنا لا يمكن لمن يبطن الكفر أن يظهره علانية، فكان المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. أما في مجتمع المدينة كان للكفر صولة وجولة، فكان الكفر واضحا، وكان الكفار لا يسلكون سبيلين في معاملتهم لأتباع محمد، إنما كانت العداوة ظاهرة واضحة عيانا جهارا. ليه؟ لأنه كافر قوي، والكافر القوي لا يخبئ شيئا خلاف ما يظهره، بل يعلن كفره علانية صراحة، ولا يبالي بمن يعلن لهم الكفر، لأنه لا يخشى أحدا. أما المنافق فيخشى بأس القوي، ومن هنا يضمر خلاف ما يظهر. نعم. واللقاء المصادفة، يقال لقيته ولاقيته، إذا صادفته واستقبلته. ومنه ألقيته إذا طرحته. ألقيت الشيء إذا طرحته. نعم. فإنك بطرحه جعلته بحيث يلقى. قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم. قال المصنف رحمه الله: من خلوا. هنا المصنف رحمه الله فسر وإذا لقوا بمجرد اللقاء والمصادفة، وهذا التفسير من الشيخ القاضي البيضاوي ضيق فيه واسعا. لماذا؟ لأنه لا يتأتى من مجرد اللقاء والمقابلة والمصادفة أن يطرح المنافقون ما عندهم من نفاق على جماعة المؤمنين، إنما طرح ما عنده من نفاق من أجل التملق والتزلف، ومن أجل الانتفاع والاستفادة بما عند جماعة المسلمين، يتطلب وقتا وحضورا ومشاهدة ومجالسة، بل ومناظرة وحوارا واختلاطا ودخولا لبيت الله المسجد إلى غير ذلك. ألا ترون إلى أن النفاق وصل شأوا بعيدا، كما تحدثنا عن ذلك قصة أصحاب مسجد الضرار؟ أقاموا مسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا في سورة التوبة، أقاموا مسجدا يوهمون فيه المسلمين أنهم موحدون مؤمنون بالله محافظون على الصلوات في أوقاتها، وبرهان ذلك وأمارة ذلك أنهم أقاموا لله بيتا ومسجدا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن. فكل هذا لا يكفي فيه مجرد اللقاء والمصادفة، إنما لابد من المخالطة والمعاشرة والمجالسة والمقاربة. نعم. قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم. قال المصنف رضي الله عنه: من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه، أو من خلاك ذم أي عداك ومضى عنك. ومنه القرون الخالية. تاني. وإذا خلوا. نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم. من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه. خلوت بفلان ومعه وإليه إذا انفردت به، أو انفردت معه، فكنت أنا وهو بالمصاحبة والمخالطة منفردين عن غيرنا. نعم. أو من خلاك ذم أي عداك. نعم. ومضى عنك. نعم. قال: ومنه القرون الخالية. أو من خلوت به إذا سخرت منه. خلوت به إذا سخرت منه.
إذا سخرت منه. وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء. لتضمن معنى الإنهاء. 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 نعم. لأنه إلى موضوعة لانتهاء الغاية. فإذا كانت من موضوعة لابتداء الغاية فإن إلى موضوعة لانتهاء الآية. سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، فمن لابتداء الغاية وإلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ابتداء الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الغاية هنا انتهت إلى المسجد الأقصى. نعم. وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء، والمراد بشياطينهم الذين ماثروا الشيطان في تمردهم. يبقى ليس المقصود هنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ليس المقصود بناء على هذا الرأي أنهم شياطين الجن، لا، إنما المقصود به جماعة من الإنس ماثلوا بأفعالهم شياطين الجن. جماعة من الإنس ضاهوا وشابهوا وماثلوا بأفعالهم شياطين الجن، بل هم أشد من شياطين الجن. إذا خلوا إلى شياطينهم، لماذا أضيف ضمير المنافقين إلى الشياطين؟ لكون المنافقين يشاركون الشياطين، أي يشاركون جماعة الإنس المماثلين للشياطين في الكفر، فهم أي المنافقون ومن يماثلهم من أهل الكفر سواء. هذا هو سر الإضافة. وإذا خلوا إلى، لم يقل القرآن وإذا خلوا إلى الشياطين، إنما قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، فأضاف الشياطين إلى ضميرهم. نعم. لكونهم مشاركين الشياطين في أفعالهم وقبائحهم وجرائمهم، وأعظم ذلك هو الكفر بالله. نعم. هذا وجه. قال أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. المنافقون صنفان، صنف يمثلون القادة والرؤساء، وصنف يمثل الصغار والعامة. فكان العامة والصغار إذا خلوا إلى رؤسائهم وقادتهم من المنافقين قالوا إنا معكم، إنما نحن يعني ما نقوم به وما نفعله وما تسمعون عنا وما ترونه من أعمالنا إزاء جماعة المؤمنين، حيث إذا لقيناهم أو جالسناهم أو خالطناهم مدحناهم وأثنينا عليهم وأثنينا على عقيدتهم وأعلنا بأننا مسلمون مثلهم، إنما هو إرادة المخادعة والاستهزاء، ليس إلا، لكن حقيقتنا أيها الرؤساء أن على ديانتكم ومذهبكم ورأيكم واعتقادكم، فلا تغتروا بما نقوله لجماعة المؤمنين من مدح وثناء، إنما نقول ذلك من أجل أن ننتفع بما عندهم فنغرر بهم ونخدعهم ولا نؤمن بما نقول. ثاني. وإذا خلوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه. نعم. أو من خلاك ذنب أي عداك ومضى عنه. نعم. ومنه القرون الخالية، يعني تركك. نعم. ترك.
تركك ومضى وانتهى. نعم. أو من قلبت به إذا سخرت منه، وردي بالإله لتضمن معنى الإنهاء والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم، وهم المظهرون كفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر. أو من ده وجه أول. نعم. وهم المظهرون للكفر غير الموارين له، هؤلاء هم الشياطين المماثلون لهم في الكفر، إلا أن هذه الفئة مظهرة للكفر غير ساترة له، غير خافية له. فالمنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان إذا خلوا بهؤلاء الشياطين الذين يعلنون كفرهم قالوا لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الوجه الثاني، أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم. نعم. أو أن المراد بالشياطين هم كبار ورؤساء وقادة المنافقين، والقائلون لهم هذا القول إنا معكم إنما نحن مستهزئون هم صغار المنافقين. وأنتم تعلمون يوم القيامة حينما يتبرأ الضعفاء والصغار من الكبراء وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات. نعم. وجعل سيبويه رحمه الله دونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد. جعل سيبويه النون في شيطان أصلية، يعني على وزن فعلان، مشتق من شطن بمعنى بعد. والشيطان بعيد كل البعد في الشر، فما أشد بعد الشيطان في الشر. نعم. وجعل سيبويه رحمه الله نونه تارة أصلية، نونه أي ها الشيطان، الضمير يعود على كلمة الشيطان في قوله وإذا خلوا إلى شياطينه، يعني عاوز يقول لك هنا الشيطان، المصنف يريد أن يقول الشيطان مشتق من شطن وليس من شاط، لأن النون أصلية، ولكون الشيطان بهذا الاشتقاق كان مبعدا في الشر موغلا فيه بلا نهاية. نعم. على أنه من شطن إذا بعد، فإنه بعيد عن الصلاح، ويشهد له قولهم تشيطن. شيطنا. نعم. قال وأخرى زائدة على أنه من شاط. إذا كانت النون ليست أصلية في الفعل شطنا، إذا كانت النون ليست أصلية في الفعل شطنا أي الشيطان، فيكون اشتقاق الشيطان ليس من شطنا وإنما اشتقاقه من شاط يشيط. نعم. وأخرى زائدة على أنه من شاط أي مشتق من شاط، أصل اشتقاقه من الفعل ها وليس شطنا. وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل، ومن أسمائه الباطل. نعم. شطنا شاط إذا ها بطل، ومن أسماء الشيطان الباطل، لأن الشيطان دائما وأبدا بأفعاله وجرائمه ضد الحق، ضد الحق، فكل ما يأتي به الشيطان وكل ما يوسوس به الشيطان وكل ما يفعله من زين لهم الشيطان أعمالهم فرأوها حسنا هو باطل، بدليل قوله تعالى حينما يقف الشيطان يوم القيامة في جهنم على منبر فيعلن براءته، قص القرآن الكريم علينا براءة الشيطان مما كان يفعله في الدنيا،
فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أي وعد الباطل ووعدتكم أي وعد الباطل فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ليس لي أمارة وليس معي جند وليس معي سلاسل سحبتكم بها وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ده مجرد إطلاق دعوة وهي الوسوسة فاستجبتم لي أنا لا ذنب لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم مأخوذ من الصراخ وهو حينما تستغيث المرأة بأهل الحرم أو بأهل الحي من أجل أن ينقذوها إن دب في بيتها لص أو نزلت بها واقعة أو حدث في بيتها حريق تصرخ مستغيثة للنجاة وللمساعدة يقول ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمصرخي أي وما أنتم بمنقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل هذا هو حال الشيطان ففعل الشيطان باطل وكل باطل ضد الحق نعم ذلك بأن الله هو وأن ما يدعون من دونه هو الباطل والآية الثانية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل نعم قالوا إنا معكم قال المصنف أي في الدين والاعتقاد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الاسمية خلوا بالكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا جملة فعلية آمنا والجملة الفعلية تفيد الحدوث وحينما خاطبوا جماعتهم وشياطينهم وأمثالهم وأشباههم خاطبوهم بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام يعني كأنهم يريدون أن يقولوا لأشباههم من الشياطين نحن على عقيدتكم ثابتون وعلى ملتكم دائمون فلا تخافوا علينا حينما تروننا ننافق المؤمنين ونستهزئ بهم ونقول لهم ما تسمعون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه ما قالوش قالوا نستهزئ بهؤلاء معكم إنا معكم إنما نحن مستهزئون تعبير بالجمل الإسمية التي تتضمن التوكيد إنا وتتضمن أداة الحصر والقصر إنما نحن مستهزئون نعم قالوا دعوى إحداث الإيمان الفعل يدل على الحدوث والتجدد فهم قصدوا بالجملة الأولى دعوى إحداث الإيمان نعم وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه وبالثانية أرادوا أن يحققوا أنهم ثابتون دائمون على شيء لا يتغيرون فيه وأن من عقدت عليه قلوبهم وانطوت عليه ضمائرهم وطواياهم لا يمكن أن يؤثر فيه ما يحدثوه من استهزاء بجماعة المؤمنين إنما هو مجرد كلمات يريدون أن يخدعوا بها المؤمنين يريدون أن يكسبوا بها ود المؤمنين
يريدون أن ينتفعوا بما عند المؤمنين من خيرات فهي مجرد دعوة إحداث إيمان، إنما تحقيق ما هم عليه من باطل واعتقاد وضلال وكفر وانحراف في الاعتقاد هو ثابت دائم لا يتغير من قلوبهم أبدا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بأنهم قوم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والشياطين بالجملة اسمية مؤكدة بإن، لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه. وبالثانية قصدوا تحقيق ثبات ما كانوا عليه. ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين. نعم. ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار. نعم. لا توقع تاني. ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين. لا يتوقع رواج يعني انتشار ما ادعوه من إيمان على جماعة المؤمنين، بدليل أن الله فضحه وأن القرآن الكريم فشى وأفشى أسراره وحكى خباياه، فرجاء أن ينطلي مثل هذا الأمر من المخادعة والدهاء أمر منتهي، أمر مكشوف، أمر مفضوح، لأن القرآن الكريم كاد أن يسمي كل منافق باسمه، ومنهم 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 من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، إلى غير ذلك مما فضحت به أسرار جماعة المنافقين. إنما نحن مستهزئون، قال المصنف تأكيد لما قبله، لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه. يعني لم يقتصر القرآن الكريم في حكاية مقولتهم قالوا إنا معكم، ده تحقيق الثبوت والدوام، إنما أكده مرة أخرى حينما حكى مقولتهم للكافرين إنما نحن مستهزئون بأسلوب الحصر والقصر، هذا من باب التوكيد والتأكيد لتلك المقولة التي حققوها في ثبوتهم ودوامهم على الكفر والعياذ بالله. تأكيد لما قبله، لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه، أو بدل منه، لأن من حقر الإسلام من حقر من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. كل من يحقر الإسلام فهو معظم لضده، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا رأيت إنسانا يستهين بكتاب الله، يستهين بالنبي، يستهين بالدين، يستهين بالإله الخالق المعبود، هذا فيه دلالة على أنه معظم لما هو باطل، فما دام قد حقر الحق فقد عظم الباطل، وما دام قد حقر الإيمان فقد عظم الكفر وهكذا، وما دام قد حقر الطاعة فقد عظم المعصية، وقس على ذلك.
أو استئناف، فكأن الشياطين قالوا لهم لما الكلام هنا في الجملة إنما نحن مستهزئون. ثاني إنما نحن مستهزئون، إما أن تكون هذا وجه، أو بدلا منه. اثنين أو بدلا منه. أو استئناف. ثلاثة أو أن تكون تلك الجملة استئنافية. نعم. فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إن معهم إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين. أيوة. الإيمان فأجابوا بذلك. استئناف. بيقول لهم إن صح ذلك منكم فما بالكم إذا رأيتم المؤمنين وجماعة المؤمنين وأصحاب محمد مدحتموهم ومدحتوا عقيدتهم وكتابهم ورسولهم. فأجابهم المنافقون إنما نحن مستهزئون. والاستهزاء السخرية والاستحمار، يقال هزأت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت. يعني السين والتاء للطلب، فحينما تقول استهزأت بفلان أي طلبت الهزء به، وحينما تقول هزأت بفلان أي كنت هازئا به مستخفا به وبقدره ساخرا منه. خف من الهزء وهو الخفة. يقول لك رجل هزء يعني خفيف سخيف. نعم. وهو القتل السريع، يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف. نعم. وتخف يعني تقتله وتلقي به وترميه من على ظهرها لخفته. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أمر يجب أن أنبه عليه السيدات والسادة، حلقة ومحاضرة التفسير المتعلقة ببيان وتوضيح عبارة القاضي البيضاوي حلقة للجميع. كل مسلم ومسلمة ترغب في الحضور والانضمام والاستماع والمناقشة والمشاركة والمحاورة هي المحاضرة، أعني ملك لها، ولا يملك المحاضر وهو الذي يحدثكم، ولا يملك القارئ وهو الذي أفرض عليه أن يقرأ أو ألزمه بالقراءة أن يمنع أحدا كائنا من كان، سواء عن طريق المشافهة أو عن طريق الكتابة في مواقع التواصل، أن يمنع أي منهما أحدا من حق الحضور. فالحضور حق للجميع على مستوى العالم الإسلامي، فكل من له رغبة في الحضور الرغبة متحققة، وإدارة الرواق وإدارة الجامع الأزهر في خدمة الجميع، والمحاضر في خدمة الجميع، والقارئ في خدمة الجميع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.